زي ما تعرفش اي حاجه، افتكر اي حاجه. يا بني ادم انت، انا عايز اساعدك، حرام عليك يا افهم. اول زياره للمغرب كانت اعتقد في عام 2000 او 2001، وكانت بمسرحيه اسمها ذات الهمه، وهذه المسرحيه كان تقريبا 80% منها ارتجال، وكانت بتعتمد على التلقائية الممثل والتحامه مع الجمهور. والمسرحية دي لفينا عرضناها في أكثر من مدينة، زي عرضناها في الرباط، في الدار البيضاء، في أسفي، عرضناها في أكثر من مدينة في المغرب. وبعد ما انتهت هذه المهمة كان لابد أن أنا أقعد مدة زيادة خاصة بي أنا علشان أحضر مهرجان للفنون الشعبية كان في مراكش. ده كان يعني كان حرصي من كتر ما أنا عايز أشوف الحاجات التراديشنال أو الفولكلور، وفي نفس الوقت أشوف مراكش وأشوف ساحة الفنان. المغرب شوفي، يعني انا يمكن ما بتشدنيش الاماكن اكتر ما بيشدني الناس، فبالتاكيد في المغرب اكتر شيء يشدك بعيدا عن الاماكن وجمالها اهل المغرب نفسه. الحقيقه انا خدمت في النقابه على مدى 4 سنوات كوكيل اول للنقابه، وتشرفت بخدمه زملائي، ولسه قدامي 2 سنين في داخل المجلس كوكيل أول أخدم أعضاء النقابة. كم كبير من الأعضاء كان يأمل بإني أكون مرشح على منصب النقيب. أنا بالنسبة لي بخدم زملائي من أي منصب، لأنه أنا بعتز بمهنتي كممثل، وشرفي الأول أن أكون ممثلا ناجحا، والشرف الآخر أن أخدم زملائي. إحنا كفنانين عمرنا ما خفنا على إبداعنا ولا على فننا، لأن إحنا جمهورنا جمهور العربي، والفنان هو الشعب، هو ضمير الأمة. وطالما وجد الشعب وجد الفنان، وإذا كان الشعب غاضب من الحكم فبيترجم هذا الغضب الفنان باعتباره ضمير شعبه. فهنا كان هم الفنان ما هوش هم خاص وخاف على مهنته، كان هم الفنان هم عام، كان خاف على وطنه. يعني هنا خوف على الوطن، لما يكون في خطر جاي على الوطن مش هنتكلم على خوف على المهنة أو على تقييدها أو على الحرية، في خوف أكبر بكتير جدا جدا، خوف كان على الهوية المصرية والهوية العربية، خوف على الوطن ككل. علشان كده الفنان اتحرك، ويمكن يعني كنا من 5 يونيو، من قبل 30 يونيو، والفنانين والمثقفين قادوا اعتصام في وزارة الثقافة امتد الى 30 يونيو. فعمر الفنان ما بيبقى مهموم هم خاص، دايما همه عام، وان الفنان من خلال موهبته ومن خلال ما اعطاه ربه سبحانه وتعالى من موهبة يقدر يعبر بيها عن نفسه في كل الحالات، حتى في أصعب، في ظل قيود كاملة، وفي ظل عصور ممكن يكون فيها قهر، لا يمنع الفنان عن التعبير عن رأيه بكافة الوسائل. لا يعني هو هنا فرق بين العمل السياسي والعمل الوطني. الفنان اللي بيخوض العمل السياسي
ده هو بيخوضه مش كفنان، بيخوضه كمواطن. هو حر لأنه ممكن يكون عنده طموحات سياسية أو لا يكون، لكن ما اعتقدش أن أي فنان بيتأخر عن احتياج الوطن له. وبالتالي كلنا كمواطنين وكفنانين وكافة المهن لنا دور وطني بنقوم به. فالعمل الوطني هنا بيختلف تماما عن العمل السياسي. الفنان في حد ذات مهنته هي عمل وطني. تفاؤل كبير جدا، يعني متفائلين. ويمكن التفاؤل هنا احنا يمكن الـ 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 ثورة مصر 25 يناير و 30 ستة، يمكن هذا ثورتين الشعب المصري ثار، مش يمكن علشان مصر، عشان الوطن العربي كله، انه كان لا يريد لمصر ان تنعزل او تتقزم او تعمل بمفردها بعيدا عن الوطن العربي الكبير. وعلشان كده الشعب المصري بطبيعته شعب عربي، شعب مؤمن عروبي، مؤمن بانه وطنه وامنه القومي من المحيط الى الخليج. وكلنا ابناء ثقافه عربيه وثقافه اسلاميه بكل ثقافاتنا وبكل انتماءاتنا او ديننا. ديننا الديان مختلفه، لكن الكل حتى المسيحي حتى اليهودي العربي حتى كل ده بيندرج تحت ثقافه اسلاميه وثقافه عربيه. حتى الثقافات المختلفه النوبي الكردي الامازيغي كلنا رغم كل واحد لاحتفاظه بعرقه وجذوره الا انه كلنا بتجمعنا ثقافه واحده هي الثقافه العربيه والثقافه الاسلاميه. وبالتالي احنا متفائلين جدا بالمستقبل العربي في ظل السيسي اللي عنده رغبه ان يعيد مصر الى الصف العربي وان تقوم بدورها في خدمه اشقائها العرب ويقوى الصف العربي بمصر وتقوى مصر بيه. انا اظن العام الماضي شفت فيلم للاسف الاسماء طارت، لكن احداث الفيلم بالمخرج بممثلينه ما بيخرجوش من ذهني ابدا. فيلم وانا سعدت بيه قوي لدرجه ان انا يعني كنت انا قمت وكرمت مخرجه وسلمته الجايزه واخدته في حضني، لانه كان يعني فيلم هايل بيقول ان في المغرب مبدعين، والمغرب بثقافتها المتعدده المنفتح اللي فيها الثقافه العربيه وفيها الثقافه الامازيغيه وفيها الثقافه الاوروبيه وفيها الثقافه الاسبانيه وفيها الثقافه البرتغاليه، فيها العديد من الثقافات، وبالتالي هي غنيه بمبدعين. مصر يمكن تستقبل، يعني مصر ممكن لا توجه لك الدعوة بتعتبرك مواطنة لك الحق في مصر. مصر فتحة حضنها للجميع، وبالتالي أي حد بيطأ أرض مصر بيلاقي كل الترحاب وبيلاقي كل الحب إذا اتصل من خلال مؤسساتها ومن خلال أجهزتها أو حتى بشكل خاص جدا بيلاقيها مصر دي حضن الجميع. لكن مصر مش هتوجه دعوة لأنها لا توجه دعوة إلا للضيف، ولا يمكن أن يكون المغربي ضيفا في مصر ولا أي جنسية عربية ضيف في مصر، لأن مصر هي بلد الجميع. مسلسل حالة عشق أنا ده من عامل في دور أبو مي عز الدين وزوج الفنانة بوسي وليا ابن آخر رامز أخو مي يعني ابنه
وبتدور احداث المسلسل بشكل شيق جدا جدا جدا، وان شاء الله يعني الموضوع قوي قوي يعني، نتوقع له ان شاء الله يعني ربنا يوفقنا وينجح عند الجمهور في شهر رمضان ده. في مسلسل حالة عشق، في ايضا مسلسل يانا ينتي، ده للفنانة فيفي عبده وسمية الخشاب، ده ايضا يعني مسلسل. طبعا ابراهيم فخر هو المخرج حالة عشق، وهنا المخرج المسلسل يانا ينتي حاليا دلوقتي الاستاذ ياسر زايد. اعتقد انه برضه ممكن هو يشد الناس مسلسلينات. وفي مسلسل دنيا جديده، ويمكن ده بيتحدث عن واقعنا في مصر اكتر، وفي ده فيه الفنانين كبير، فنانين كتار زي الاستاذ حسن يوسف واحمد بدير وكثير من الفنانين، ده من اخراج الاستاذ حسين شعبان. واتمنى ان شاء الله ان الثلاث اعمال يحوزوا على رضا الجمهور في رمضان.